مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم. باش نحكيو على كاس افريقيا، باش نحكيو على الرياضه، ونحب نشكره شكر خاص على قبول دعوتنا السيد جميل دقيش وزير الشباب والرياضه. مرحبا بك. مرحبا بك وشكرا على الدعوه. شكرا لك، عامك مبروك وان شاء الله يا ربي عام جديد نحقوا فيه برشا حاجات، وشكرا على العمل الكبير اللي قاعدين تقوموا به. عام مبروك علينا وعليك. تعرف انه 2023 وقع تحقيق العديد من النتائج الرياضية على مستوى الرياضات الفردية والرياضات الجماعية، إن شاء الله 2024 اللي هي سنة أولمبية تكون أحسن 2023 إن شاء الله. نبدأ بخبر البارح شفناك دونك سلمت كأس السوبر الأولمبي البيجي، مبروك للأولمبي البيجي، إن شاء الله بالتوفيق للنجم الساحلي في مناسبات أخرى بحضور السيد وزير التربية وبرشا مسؤولين. كيفاش شريت المناسبة هذه اللي كانت تحكي؟ المناسبة هذه بالنسبة لي كانت إيجابية للغاية عليها، على خاطر الحق معناتها ما ثماش صاروا تجاوزات كبار، يعني تجاوز الحد المعقول لكرة القدم. والحاجة الثانية أولا بالنسبة للأولمبي البيجي الوفاق اللي هزوا التيتر هذايا بالنسبة لهم هما يعتبر يعني مسألة إيجابية للغاية. تعرف أنه النوادي بصفة عامة توا في تونس وهذايا قاعدين يفرجوا في اي حاجه تنجم تفرح البيبليك بتاعهم. صحيح. في وضع اقتصادي شويه يعني فيه شح مالي على كافه المستويات، دونك الحاجه اللي تنجم معناتها كي كومبونس المسائل هذيا هو لي تيتر، وان شاء الله يكون حظ اوفر للنجم الساحلي. اما في مجملها كانت اولا يعني المقابله كانت مقابله على المستوى التقني، مقابله باهيه بالكدا. ثانيا شفنا عناصر راهو اللي نجموا حتى نكتشفوهم بالنسبه للفريق الوطني، ومجملا كانت يعني هذا ان ايفينمون بوزيتيف، ان شاء الله نوصلوا على النسق هذا. واضح، والعناصر اللي اكتشفوهم على المستوى الوطني تو نحكيو، خاطر فما عمل كبير قاعدين تقوموا به في الوزاره. كاس افريقيا تحدي جديد، شفناكم في الوزاره تواكبوا في استعدادات المنتخب باش تحضر افتتاح كاس افريقيا، وسمعت اللي باش تحضر على الاقل المباراه الاولى للمنتخب الوطني. باش نحضر الافتتاح ثم المباراه الاولى، ويظهر لي على مستوى الحضور يعني مش كممثل الوزاره فقط او للحكومه، هو انا كمواطن تونسي باش نكون حاضر باش نشجع فريقي الاول اللي هو الفريق الوطني، وقبل ما نحضر باش نكون زاد كذلك متواجد مع الفريق الوطني قبل الانتقال الى الكوت ديفوار. شنو تقول في هالمناسبه؟ ديما كاس افريقيا هو تحدي، ديما هي مسابقه، ديما ينجموا يكونوا فما منتخبات مرشحه قبل منتخبنا، ولكن نعرفوا انا بالعكس نتفائل كي منتخبنا نبداو مانيش لاهين به برشا ينجم يعمل مفاجاه او يفاجئنا. والله هذايا نفس الشيء اللي باش نقول لك، توا اخر مره يعني الماتش تاع موريتانيا كيما يقولوا لي زوبينيون سون ان بو فيجي، عبالي يقولوا لا اللي شفناه، وحتى البارح انا تحدثت مع تقنيين بالنسبه لكره القدم الفريق متكامل، ثم حاجه اللي هي مهمه على الاخر ما ثماش تونسيون، فهمت كيفاش؟ بين يعني افراد الفريق الوطني، هذا مهم جدا. تذكر قبل شنو اللي صار في تونس، المشاكل والعرق، فهمتني؟ و يعني كيف الملاعبيه والستاف تكنيك يكونوا ماهوش متفاهمين. المره هذه الملاعبيه متفاهمين، الستاف تكنيك كيف متفاهمين معاها، هنالك خطط تقنيه تنجم معناتها توفق تنجم ما توفق، وهذا هو علاش يعني نعملوا هذوما اللي ماتش اميكو. وانا متفائل، اولا الفريق قدرة ربي جاهز، وراه نقول لك حاجه راهو ماشيين وغاديك، هذه مساله المشاركه، المشاركه تجاوزناها. نحن نحبوا على التيتر وما ثماش علاش لا. معناتها انت سيد وزير شباب الرياضه ولا الشخص السيد كامل دقيش شكون اللي يحب على التيتر؟ والله نقول لك التوانسه الكل يحبوا على التيتر، وراهو ما تخوش على الكلمات اللي ساعات يقولوا، خاطر ثم ناس تشوف كان يعني كوتي نيجاتيف. ليه ساعات يقولوا غشه من داخل املنا في التيتر؟ بيان سور. بربي اعطيني شنو اللي يمنع انه الفريق الوطني يهز التيتر؟ حتى شيء. يعني ليزانديفيدواليتي تبارك الله عليهم، فهمتني؟ الفريق متكامل، ثم رحمة، هنالك الخطط التكتيكية هذيك نخليوها نحن للستاف تكنيك، ولازمنا وهذا مهم على الأخر، لازمنا نعطيو الثقة للستاف تكنيك، هذه هي راه، إذا كان من الأول من توا باش نبداو نحن كالتحامل على ستاف تكنيك وهو هذا مش في بلاصتو،
قاعدين يخدموا مع بعضهم عندهم ما نعرفش قداش هما اكثر عباد ربي اللي يعرفوا الملاعبيه بتاعنا الملاعبيه يعرفوا بعضهم حتى النهار اللي يتوجدوا على الملعب وقتها نشوفوا فين باش ينجموا يوصلوا اما توا حتى على يمكن ميم دو مانيير تيوريك ثم حتى شيء يمنع انه تونس تهز التيتر وما هوش معناتها مساله الاكتفاء بالمربع الذهبي فقط لازمنا نوصلوا للفينال وعلاش لا نهزوا المربع الذهبي هذاك السميك هذاك السميك اللي معناتها ما هو قالوا لك تي موريتانيا ما ربحناهاش معناتها ولا خاطر داخل بعض معناتها موريتانيا المالفين ربحوها هذاك علاش التونسي نرفز شويه معناتها هذا ماتش اميكال ولا لا صحيح وانا اخويا في ماتش اميكال ما نعطيش الورق بتاعي الكتب واضح داير حتى الماتش الثاني باش يكونوا ياكلوا وانا معاه على الاخر يعني ستاف تكنيك كي خذا الديسيزيون هذاك دونك واللي شفته فهمني ما ليش انا فريق يعني اون ايكيب كاتاستروفيك اللي يقولوا حتى موريتانيا شبيها موريتانيا جاوا هما بالجرينتا يحبوا يربحوا كيفنا كيفهم فوالا دونك اللي شفناه المره الاولى يعني في الماتش هذايا في مؤشرات ايجابيه راهو لازم واحد يشوف بعين الرياضه ما يشوفش بعين يعني الشخص اللي قاعد على الربوة وقاعد وماذا به الماتش نربحوا 4 بلايص نربحوا 4 بلايص ماهيش سهلة ويظهر لي لو بروبر دا ماتش اميكال هو هذاك حتى لو كان عندي منقول بالكدا انا جو كاش موجود وهذاك اللي صار سيد وزير الاجواء كما قلت انت ممتازة داخل المنتخب والاجواء وهذه النقطة الايجابية ممتازة في الخط الرابط بين الجامعة والمنتخب الحمد لله والسيد الوزير شفناك مع الجوارات تو نحكي باش نشوفوك انا متاكد غدوه بعد غدوه باش تمشي للجوارات معناتها الدنيا رايضه انت قلت بين الجامعه والمنتخب او بين الوزاره والجامعه؟ اي فعلا طبعا المنتخب ما هو ساعات يجي المنتخب في الوسط توا الثلاثي هذا الجامعه المنتخب ووزاره الشباب والرياضه راهو ثم علاقة طيبة وطيبة جدا وقاعدين نحن نتبعوا في المنتخب عن كثب ونتبعوا كذلك في الجامعة فهمتني عن كثب علاش على خاطر تحب ولا تكره توا نحن قادمين على الكوب دافريك الكوب دافريك لازمها أرضية إيجابية باش المنتخب يبدا معناتها يحضر في ظروف طيبه والحمد لله هذا اللي موجود توا بالنسبه لعلاقتنا مع الجامعه لا تشوبها اي شائبه امورنا واضحه 100% اذا كان حاجتهم باي حاجه خاطر في الكواليس ثم مسائل تصير حتى على المستوى الاداري لتسهيل بعض العمليات الوزاره قاعده يعني تقوم بواجبها باكثر من واجبها لتسهيل بعض العمليات الاداريه وفهمتني اللي الناس ما في بالهمش بها ثم معناتها مينيموم دو كورديالتي اللي تنجم تكون ان شاء الله قدره ربي تكون عندها اثار ايجابيه على المنتخب وهوك عليه قلت لك كافه الظروف سانحه باش المنتخب بتاعنا يوصل لاعلى المراتب بالنسبه للمنتخب. واضح معناتها هل العلاقه خير من قبل ولا كيما قبل؟ خاطر جات فتره حسينا الوزاره ما يهمهاش في المشاكل الاداريه نتاع الجامعه في فترات معناتها ولو تعتبر ماضي نتجاوز اما الفتره هذه خير نحسوا الاجواء. توا شنو يعني الفرق بين قبل وتوا هنالك تواصل اكثر من قبل فهمتني تواصل اكثر من قبل القبل ونقولها انه ساعات نبعث مراسله للجامعه ما تجاوبش توا المراسلات او الاتصالات الهاتفيه وكل شيء ثم راهو اون رياكتيفيتي معناتها ايميديات هذه هي الحاجه ايجابيه في الاخر باش نختم المنتخب ونتوسعوا شويه كلمه منك السيد وزير الشباب والرياضه الى لاعب المنتخب مدرب المنتخب والجامعه شنو تقول لهم شنو نستناو منكم في كاس افريقيا هذه؟ انا يعني الرساله واضحه والرساله واضحه هوني نعاود نحب نرجع اللي وقت السيد رئيس الجمهوريه يستقبل المنتخب قبل وقال لهم راهو ما عادش نحبوا نلعبوا على المشاركه نحبوا نوصلوا وقت الكوب دي موند ديجا نحبوا يعني نترشحوا وهو نفس يمكن الرساله علاش؟ لازمنا يكون عندنا ثقه في انفسنا راهو اذا كان نقارنوا المنتخب التونسي بكافه المنتخبات المشاركه ماننا ناقصين حتى شيء وانت تشوف شنو في الكوب دو موند وقت اللي لعبنا ضد فرنسا الناس الكل حاطين خاسرين 5 بشيء. اي صحيح. ربحنا.
هكا ولا هذه هي تو في كوب دافريكي ديزون دو بلوس باش نحن نعملوا على رواحنا ونعتبروا رواحنا من اللي فافوري. دونك انا كي نتوجه للاعبين وان شاء الله باش نقولوا فرض نفس الكلام هذا كي باش نمشي لهم للونترينمون بتاعهم فهمني الثقه في النفس وراهو نحبكم ترجعوا باللقب. هذا هو يمكن اكثر مساج اللي نجم نتوجه به للاعبين وكذلك للطاقم الفني خاطر قاعد نشوف انه الطاقم الفني راهو يسوي بريسيون كبيره على الاخر راهو ماهوش ساهل انك تكون انت لو بروميير ريسبونسابل وكل يوم من الصباح الليل وتسمع انت في الانتقادات. فما 10 ملايين خطه، كل واحد يحب خطته الطبقيه لما هي الاشكال. سامحني كيما حتى وزير مسؤول كل واحد يراه وينقد معناتها راهو المدرب يقول انا ضربت الله راهو عبد يمشي في الشارع يعثر يقول لك ملوزي فهمتني هذا كيف كيف هذا معناتها بالنسبه للستاف تكنيك اذا كان اي يعني لاعب يعطس يقول لك هذاك ستاف تكنيك دونك نتعداو المساله هذه الضعف في الشارع خاطر الكياس مكسر من وزير التجهيز وانا ما انتبهتش للجمهور التونسي اللي مقسوم فما اللي متحمس وفما اللي كلي بارد شنو الرساله توجهها معناتها شجع رانا نجم نهزو كاس افريقيا نقول لك حاجه الجمهور التونسي باش ترتاح حاضر وحاضر بكثافه بالنسبه للكوب دافريك هذه كيف نقول في كثافه يعني الناس الكل تشوفهم بعد في القهاوي في الديار في كذا باش يخرجوا بالعلامات خاطر التونسي هكا التونسي وقت يجد الجد تلقاه موجود وهذا علاش نحن بالحق يعني اوني فيير فهمني دو سيت ابارتونونس فهمني نعرفوا باش يهز العلامه بتاعه باش يخرج هو واولاده وبناته وكذا ميشيلش توا حتى لو كان ثم شويه هكا قدر من الكليزيتاسيون اتم بعدك شنو نتجاوزوها الفائده من الماتش الاول ان شاء الله الجمهور يكون حاضر راه يوصلوا لهم الغاديك هذا هي طبعا بالتوفيق للمنتخب انا باش نمشي نحكي معك بعد اذنك سيد الوزير في موضوع اللي هو متناسق وتو فاهمك علاش مجلنا كي شفنا العمل الكبير اللي قاعدين تقوموا به في الجهات ولكن الانتباه صار تزوم شويه لانه الاعلام تلهى والاعلام مرات يتلهى مرات ما يتلهاش عندك ما تزرق لنا سيد الوزير ميسالش نقبلوا معناتها فما برشا تو النشاط الاخر الاعلام تلهى وجعفر جاي انا اكتشفت انه فما نشاطات اكثر من اللي عملتهم وساعات للاعلام ما يتلهاش بهم هذا هو اللي يمكن الرساله الثانيه اللي نحب نوجهها للاعلام راهو اسمها وزاره الشباب والرياضه وحاجه اللي هي واضحه التربيه البدنيه اذا كان ناخذ الشباب راهو التوانسة بصفة عامة ما نحكيش كان على الإعلام بالنسبة ليهم هما وزارة الشباب والرياضة هي وزارة الرياضة فقط وثم عباد بالنسبة ليهم وزارة كرة القدم فقط به نحن عندنا مورسو كبير على الأخر اسمه الشباب وكي تتحدث على الشباب تحكي على شنو يعني تطلعات الشباب اللي قد ما نخدموا كل شيء هذا كل ماهوش واضح الاعلام نحكيوا على الشباب المهمش نحكيوا على المناطق المهمشه وراهي موجوده وزاره الشباب والرياضه قاعده تخدم في خدمه جباره للخروج بهذه المناطق المهمشه من مناطق من الظل بصفه عامه. هاو باش نحكيو على الخدمه جباره نبداو معناتها شفنا في الملاسين وحي هلال فما المدرسه المهجوره اللي قررتوا انها واللي يتشكاو منها الناس الكل معناتها الاحياء غادي قررتوا باش تولي مركز شبابي ورياضي شكرا على المشروع هذا والتفاعل مع الاهالي رينا ردود فعل برشا ايجابيه شفنا بعد معكم سيد وزير التربيه مشيتوا الملعب حي هلال مقابله شباب حي هلال ملاسين كره قدم شفنا فيها جعفر الحصه شفنا شباب طموح شباب عنده انرجي طاقه رهيبه يستنى وفرحان بالملاعبيه والمنتخب فرحان بالمسؤولين كي جاوه وحكيت مع جعفر شباب مطرشق اللي يحب يمشي هكا يمشي هكا اللي عنده طاقه كبيره هل هذا معناتها صار بصفه بالصدفه ولا فما يعني خطه كامله قاعدين تقوموا بها او تو نحكي واحكي لي على الزياره هذه الاخرى على الصدى الكبير اللي قاتوا عند المواطنين من غادي وحتى اي واحد تفرج وشنو مشروع الوزاره في المضمون هذا ومازلنا رانا نحكيو على المنتخب وكره القدم لانه هذا القلب
الزيارة هذه هي في إطار خطة متكاملة لوزارة الشباب والرياضة، والزيارة هذه يمكن نجم نعتبروها زيارة نمرو 30 ولا 40. قاعدين نشوفوا موش في تونس الكبرى فقط، ترى في تونس في 24 ولاية أنا مشيت المناطق حدودية راهو ما تلقى حتى شيء. بالنسبة لحي هلال مشيت عندي توا يمكن فوق الشرق قبل ما يمشي قبل ما يمشي جعفر القاسمي للمنطقة هذية، وطلعت معناتها بعيني على اللي قاعدين يعيشوا فيه يعني المنطقة هذية، شفت الملاسين، شفت وعدناهم بأشياء والوزارة معناتها تنجم تقوم بها. أول حاجة هو اللي هي ديما طايح التونسيون بالنسبه للمناطق هذيا، لازم يكون ثم انتيرا دو كارتي، ملعب حي متكامل. ملعب حي يعني ماهوش بطحه فقط، يبدا يعني فيه غازون، فهمتني؟ واذا كان امكن يكون فيه فيستيير وان لوكال كما اللي باش يشير بالنسبه لحي هلال. علاش؟ هوني ماهوش المستوى الرياضي فقط، خاطر كيف تقول ملعب حي راه هو فرصه للمتساكنين اللي غادي كل باش يتلاقاو فيه، خاصة بالنسبة للصغار. هنايا باش نربحوا على كافة المستويات، المستوى الرياضي والمستوى الاجتماعي. كيف ولد صغير يمشي، ما نحبش في العيد نبيعوا على عيال صغارتي، لا لا هذا خاطر كل شيء. أما أنا في بالك محضر لك فقرة كاملة على ملاعب الأحياء كامل أنت سيد الوزير، أما خاطر فما بارتي كاملة ملاعب الأحياء قاهرة يلزمها ترجع، معناتها خاطر وكروي 100% المواهب وكذا قلت لانه ما عادش فما ملاعب احياء. هذه اللي حبيت نقول لك توا عليه. تفضل. بالنسبه ناخذوا نحن ليكزومبل بتاع حي هلال. اذا كانت يتعمل ملعب حي غاديك، شنو اللي موجود هو؟ بطح. اما قاعدين يلعبوا فيها عشرات وعشرات الاولاد الصغار اللي لاهي بهم شخص اسمه مدام ضحى ونحييها من المنبر هذا. فوالا اذا كان انت تعمل ملعب حي، اولا باش تكتشف المواهب بالنسبه لكره القدم بصفه خاصه. اللي يعني البروسبكسيون اللي تعمل لها الفيدراسيون وكل شيء انت باش تجيك بينيتيك هذا سور ان بلاتو. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه وهي مهمه على الاخر، كل يوم يتلقاو الوليدات الصغار مع بعضهم يعرفوا انه في الدنيا ثم حاجه اخرى، فهمني، اترك معناتها يعني المخدرات والحرقه وكذا وكذا. عندنا راهو الرياضه اللي هي تجمعنا الناس الكل. هوني كي نحكيو على كره القدم راهو نحكيو على الولاد، معناتها الفوات الرياليست. زاد كيف لازم في الملعب الحي هذا نعملوا حاجه اللي البنات كيف فهمني تنجم يعني تساهم فيها، ولما لا كره القدم النسائيه، وراه عندنا ان بوتونسييل كبير على الاخر. دونك رانا رابحين فهمتني، سورتو لي بلون. كيف نقولوا رابحين؟ نحكي كمواطنين توانسه، مانيش نحكي كوزاره او كحكومه، نحكي كدوله. لا احنا خاطر اللي ريناه نرجع نقول ملاسين وكذا، رينا تلاقي وبين الجوارات وكذا. وانا ممكن نصيحه، حتى قمت ببرشا عمل جبار في مناطق اخرى وما تشافش. انا هاني انا وفقت بهم اخر اللي اعلامي الا ما عودت ونرجع وثبت. دونك والملاعبيه كانت تهزهم برشا مناطق من الجمهوريه غاروا في تمغزة، في جيبس، في بنزرت، في باجة. يقول لك معناتها لو كان تولي عادة حتى مرة في الشهر زوز ثلاثة ملاعبية المدرب راهي باش تولي عادة باهية مع المسؤولين ومعكم وزير التربية معكم، معناتها حاجة إيجابية. يعطيكم الصحة. وتو نحكيو على حوم، فما شباب طموح ونقصته الإمكانيات. الوزارة ملاعب الأحياء اللي هي في قلب المشاكل نتاع حتى الجمعيات وغيره، لأنه كما قلت الحرقة والزطلة وكذا، الرياضة تعطي أمل. لأني أنا عمري 15 سنة نكور، حتى عندي أمل في 2021 ولي لاعب محترف ولي كذا. ويمكن هذا برشا ناقص شباب في تونس، الأمل أني في بلادي نجم نحقق طموح. الولاد الصغير ولا الكبير ولا حتى الكهل راهو عايش كان بالامل. انت تشوف حتى في الظروف الاقتصاديه اللي نعيشوا بها التوانسه ديما يضحكوا وديما يفرلكوا، خاطر هذايا ثمك الجرعه بتاع الامل. ولد صغير كيف انت توفر له ملعب حي، وكيف يشوف اكستار بتاعه اللي هو يحلم بها جاي يلعب معاه. بالنسبه لنا نحن فهمتني اهم حاجه اللي نجم يعيش بها. والناس الكل يظل يلعبنا في البطاح
ونعرف واش معناتها كل لو فات اللي نحبوا نكونوا اون سي دونتيفي فهمني ان جوور دو فوتبول باه هذا اللي نحن نحبوا نعملوه هاك عليه وزاره الشباب والرياضه عامله خطه متكامله بالنسبه لملاعب الاحياء كيف ونعاود نقولها ماهوش فقط في المناطق الكبرى معناتها الملاسين حي التضامن وكل لازم تشوف المناطق الحدوديه جستمو فما برنامج كبير من الوزاره حكي لنا شفنا مناطق حدوديه شفنا بلايص راقيه جدا وقاعات وتعملوا في برشا مناطق مستحقه فما خدمه من الوزاره فما راهو بلايص معناتها ثم مناطق حدوديه اللي ما عندهم حتى شيء يعني لا ترقى لا مستوصف لا ترقى دار شباب لا ترقى ساعات ترقى نادي شباب ريفي تعرف شنو معناتها نادي شباب ريفي نادي شباب ريفي ما ماهوش كيما دور الشباب النادي شباب ريفي يجيه الانيماتور مره في الجمعه يعني اربع مرات في الشهر هذا اذا كان لقى وسيله نقل باش يمشي له وهما ماهمش تابعين وزاره الشباب والرياضه هاك عليه نحن نحبوا النوادي الشباب الريفيه يوليوا دور شباب علاش على خاطر هذه المناطق ما عندهم حتى شيء، الجوفي تعمل لهم انتيرنا دو كارتي، اش عملنا في وزارة الشباب والرياضة؟ عملنا خريطة وخريطة نفس الوقت، خريطة الطريق وخريطة اون كارت اللي فيها انهم المناطق لي بلو بريوريتير. نحن توجهنا للمندوبيات في ال 24 ولاية انهم المناطق اللي بالنسبة لكم انتم تعتبروهم يعني اللي فيهم أولوية على المستوى يعني الدونسيتي ولا مستوى ما نقولش التهميش اللي هما يستحقوا يعني هذوما لي تيران دو كارتيي وتوا قاعدين نتفاهموا يا مع لي بايور دو فون سواء التوانسه راه ثم التوانسه اللي يحبوا يعاونوا فهمني ثم مستثمرين اللي يحبوا يعاونوا على مستوى هذوما يعني ملاعب الاحياء كي نحكي على التوانسه هنالك اطار قانوني اللي هو يشجع لإقامة الملاعب الأحياء ناخذوا النص القانوني المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات واللي وقعت إضافة فيها كلمة الشباب والرياض هذه هي الحاجة الأولى ثم يعني هنالك العديد من النصوص القانونية اللي تشجع المؤسسات الاقتصادية أنها تعاون وتعاونها وتعطيها عفاءات وتعطيها خدمة منها ومنها معناتها ثم سفارات أجنبية اللي جاوا لوزارة الشباب والرياضة وعملنا معهم اجتماعات يقول لك نحن كيف كيف رانا معناتها نحبوا نعاونوا ثم مستثمرين اللي هما يعني عباد أشخاص عاديين واخر مرة هنالك مستثمر تونسي هو مش مستثمر ما نقولش كلمة مستثمر لأنه هو طبيب تونسي عايش في سويسرا قاعد يعاون اللي عطاه لي تروا بوس فهمني عطى للكلوب افريكان المتلوي وعطى للفيدراسيون دو اوندفال ومشينا وقاعد يعاون في حاملي الاعاقه من السيد هذا ثم برشا والكلهم يقول لك نحبوا نعاونوا بلادنا اور هذوما ديزينيشيتيف يعني سبوراديك ديزينيشيتيف بريفي شنو التوجه بتاع وزاره الشباب والرياضه؟ قالوا مواطنونا بالخارج واللي هما يحبوا يعاونوا نحن اون فو انستيتيوناليزي المساله هذه تكون عندهم هيكل قانوني اللي اترافيغ الهيكل هذايا ينجموا يعاونوا اولا بصفه مستمره ثانيا في حدود الشفافيه خاطر راهو ساعات عبد وهذا نقولها راهو واحد ما غاتيش عين الشمس بالغربه ساعات عبد يحب يعاون اولا باش يتحكم هذا باش يتحكم ثانيا ساعات هو يحب يعاون نجفلوه كي يرقى لي زوبستاكل ادمينستراتيف الكل يقول لك انا توا باش نعطي هاي السماح وريناها راهو المساله هذه شفنا كرام اللي نفزتت الكرام اللي نفزت هذه هي اي سيد الوزير انا باش نحكي لك تراه نكبر الموضوع شويه به انا مواطن عادي مغروم بالكره ولد فيراج اللي هو صحيح به اصلا في باش نحلل فما جوار قابلته قلت له كنت نضرب فيك بالحجر من الفيراج ونعتذر به قبل كانوا الجمعيات نبدا بجمعيه رادي كانوا الشركات تعاونهم فجاه بعد الثوره اختفت جمعياتنا فما جمعيات سيد الوزير في الرابطه المحترفه الاولى يطردوا من الاوتيل فما جمعيه يمشيوا يترانيو في لواجات دونك نحبوا يرجع تاهيل قانوني توصلوا للناس يا ولادي ارجعوا عاونوا ما بعد الثوره جاتك اللي ولاو يعاونوا في الاحزاب وفي الكذا يظهر لي انضافت او الامور دونك
أنا رأى دعوة منكم وحملة كاملة لإنقاذ الجمعيات للشركات الخاصة والعمومية وكذا، أرجعوا ساندوا الجمعيات، رأوا يصير لكم عفاءات، رأوا تشجيعات، رأوا كذا. معناتها فما أزمة كبيرة مادية في كرة القدم اللوطة والفوق. معناتها فماشي برنامج سيد الوزير، فما برنامج وبرنامج متكامل. باش نمشي لك نقطة بنقطة، وهذا يعني أمر مهم ومهم جدا. علاش؟ نعرف انه كافه الجمعيات في تونس يغفقوا، كيف نقول كافه الجمعيات 100% يروح. ساعات نحن على خاطر نقفوا على على الاربع الجمعيات الكبار، وكل الناس الكل عندهم مشاكل، حتى الكبار واحله، حتى الكبار واحله، هذا هي ثم برشا مشاكل. وهذا علاش؟ اولا العديد من المؤسسات الاقتصاديه ما عادش تحب تعاون، يقول لك انا حتى لين منع روحي، حاجه الاولى. ثانيا ثم مسألة اللي لازمها يجب أن تحسب. بالله مش نسأل على ما تحبش تعاون، يا أخي مش كيعاون يعفى وكذا وتصير له امتيازات اقتصادية. ماهوش ديماني سيستيماتيك. هاك عليها أنا كي نحكي على قانون المسؤولية المجتمعية، فمني هذا الـ RSE، فمني هذا لازمنا القانون هذا اللي نطبقوه توا في الواقع بالنسبة للشركات أو المؤسسات الاقتصادية، خاطر هو اللي باش يفتح الطريق نحو يعني ما نقولش الإعفاءات الجبائية، خاطر ما فيش إعفاءات جبائية، أما فيه بلوس دو فيزيبيليتي بالنسبة لزونتربريز هذوما، واللي راهو المسألة بتاع الفيزيبيليتي بالنسبة لزونتربريز، سي معناتها إي بوغون لا موني ينجموا يعني يصرفوا منها كما يقولوا. هذه مسألة مهمة على المستوى الاقتصادي، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، إذا كان نحطوا يعني المؤسسات على جنب، ثم راهو نصوص قانونية كما اللي تم الكراود فاندينغ، هذا نص خرج وعملنا عليه سيمينار، فهمتني؟ معناتها بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة والار ان او عملت عليه لابي بلوتو، عملت عليه زاد ان سيمينار، تحب توري انه للمحبي يعني الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة راهو ينجموا يمولوا الفريق بتاعهم. هي اش معناتها الكراود فاندينغ؟ كما اللطخة اللي عملتها وقت الكلوب افريكا، اما هذه عندها اطار قانوني وراه كل قدير وقدره. هذه من امكانيات زاد التمويل الجمعيات الرياضيه. بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه، نحن في ان شاء الله في مشروع قانون الهياكل الرياضيه هنالك مساله الشركات التجاريه اللي هي يعني باش تساند الجمعيات الرياضيه، ماهيش تاخذ بقعه الجمعيات الرياضيه، اما باش تساندها. علاش؟ خاطر الإطار القانوني الحالي للجمعيات بصفة عامة وللجمعيات الرياضية بصفة خاصة ماهوش متماشي مع تطلعات الميدان الرياضي. باش نكونوا واضحين، الشركات اللي تعوض جمعيات، نحب وضح لي بشويه، خاطر اطار قانوني نتاع غير ربحي وكذا، معناتها مش تاع جمعيه توا في علاش ما يوليوش جمعياتنا شركات؟ باهي، علاش ما نشوف في كيبان برا تجي شركه اجنبيه تعمل لها التيرا نتاعها وباش نحكي عليها انا من بعد؟ علاش ما نتحلوش معناتها اقتصاديا بالطريقه ذيك؟ جمعيه شريكه والبرا والباهي، كل شركه والبيجي نتاعها وتعرف روحها، تقول لك انا نتاع المراتب الاولى، انا نتاع المراتب الاخرى. انا يعني الخطوه هذه هل فما عوائق؟ هل فيها سلبيات؟ ها باش نقول لك باهي، كي باش نحكيو على هذه يعني تحويل الجمعيات الى شركات تجاريه، فهمني؟ ترانسفورماسيون باش تسيرها. العوائق ماهيش عوائق اقتصاديه فقط، هنالك عوائق نفسانيه. باش نفسر لك عليه. هل انه الوضع الاقتصادي الحالي يسمح انه شريك انه جمعيه تولي شركه؟ قانونا اذا كان ندخلوا في قانون الهياكل الرياضيه وكل شيء، ولا نجم نجيبوا حتى ما يمنعنا اذا كان نعملوا نص قانوني. المشكل انه هنالك عائق اقتصادي، وعلاش هذا مرتبط بالعقليه الاقتصاديه. رو اذا كان باش تعمل مساله كيف نكاي لازم تشوف لو تيسيو ايكونوميك بتاعك يسمح ولا ما يسمح. اما هاو فين العائق النفساني المهم؟ او جيش باش نكمل لك في المساله هذه. انت تجي اي عبد اللي هو يحب اي جمعيه، فهمتني؟ مش لازم نحكي على الكلوب والاسبيرونس والليتوال والسي اس اس ويعني كافه الجمعيات الاخرين، مستقبل المرسى ستاتونيزيان ايتو. تجي تقول له انت توا ما عادش راهو الجمعيه بتاعك اندثرت واصبحت شركه. اولا ثم بروبليم تاع لابارتونونس، في بالك اللي وقت فكره انه هنالك شركه تجاريه يعني سيقع انشائها، فهمتني؟ الى جانب الجمعيات اول حاجه سمعتها
فهمتني من محبي جمعيه معينه وكبيره قال لك اش معناتها؟ معناتها انا المره الجايه نفوض نعيط تحيه كذا وكذا نولي نعيط تحيه الاس تي بي ولا تحيه كذا فهمت كيف؟ دونك باش تنحي له لابارتونونس بتاعه هذا لازم وقت كبير باش ينجم يستوعب المساله هذه هاوك علاش بالنسبه لنا نحن بدينا بانه اول حاجه نبداو بها انه سيت اون ستركتور دابوي ومن بعد انت والليفوليسيون ايكونوميك ونضحك باش توافقني وقت اللي يوليو شركات جمعياتنا ما لقيتش باش ينضافوا برشا يا اخي احنا عندنا جيرونز وفلوس منا وفلوس منا وفلوس منا وفلوس منا تفهم انت انا موافق حتى مواطن يفهم جمعيه كيش قاعده تتساير موافق وشيك منا وشيك منا وشيكين مرتي مره رئيس مرته تشدت شيكيتها بعدها نحكي ونحكي وحتى بحسن نيه رئيس وحاط ما عنده ويحب يعاون جمعيه فما فوضى اقتصاديه معناتها راهو انا اهم حاجه كي تولي شركه مستويه وتنظاف يا خويا نجيب واحد سالاري ومعناتها فما ضبابيه كبيره انا علاش قلت لك الاطار القانوني الحالي فهمتني للجمعيات الرياضيه ماهوش ماشي مع الواقع بكل راك انت تحكي مع عبد كيف نقول الجمعيه الرياضيه راهو رئيس الجمعيه سي ان بينيفول تصور انت ان بينيفول كي جير دي مليار دي مليار فهمتني هو بينيفول والمسؤوليه بتاعو اكثر من البريزيدون بتاع كونسي دادمينستراسيون ماهوش عادي المساله هذه غير طبيعيه واحنا مهما في تونس نحبوا ما نحبش ننزل على غير طبيعيه بينيفول يجير دي مليار نعرف واش باش يصير واضح هذه هي الاشكال هنا وحتى راهو توا هنالك عزوف على تقلد المسؤوليات في الجمعيات الرياضيه ويجيونا ديما لهنا لوزاره الشباب والرياضه راهو ناس توصل تبكي ناس يقول لك انا معناتها حاطة دي شيك دو غارونتي ثم وصل انا رئيس جمعيه قال لي عرست عندي توا ثلاثه ولا اربع شهور فهمتني عامل حاطة دي شيك قال لي مرتي قالت لي كان جيت نعرف راني ما خذيتكش دونك فات كون ثم راهو مشكل كبير لهنا لحظه يحط دي شيك تعرف وجمهور يسب فيه علاش على خاطر العباد في تونس بالحق راهو ثم حاجه اللي راهو نحن لازمنا نثمنوها في تونس التوانسه مازالوا باسيوني بالسبور وباسيوني بكرة القدم بصفة خاصة راهو هذاك سيتان كابيتال لازمنا نثمنوه المشكل انه وراء الباسيون بتاعو ثم عباد اللي معناتها رسيلة في مشاكل قضائية هذه هي الاشكال اما ما يلزمناش ننساو انه سي سيت باسيون هي اللي تخلينا ننجحوا في الرياضة هذه هي لابد من فترة انتقالية في الاخر نحب نسألك سيد الوزير ملاحظة عامة الملاعب اللي ناقصه نعم انا نسال ونعرف ان تونس دوله ليس لديها امكانيات ولكن انا راى اليس هناك فرص مع نذكر رادس 8 9 سنين تيلي جاء مستثمر اجنبي حاب يتبناه ولا وملك وطني اللي في بريطانيا في باريس في الدول العالم كل يتبناه ملعب رادس سمعت المدرب والملاعبيه يتشكوا منه ملعب الوحيد يلعبوا فيه الجمعيات الكل والبارح شفت الحفر معناتها وباش نختم لك بعد 20 سنه من تنظيمنا كاس افريقيا وهذه تنتظر جواب منك وقتاش سيد الوزير تخرج وتقول سنترشح لتنظيم كاس افريقيا رانا تونس قبل كانوا يضحكوا علينا يقولوا لنا زعام كان في التنظيم وقتاش ننظموا كاس افريقيا وقتاش تولي عندنا خمسه سته ملاعب صالحه سيد الوزير سامحني سؤال ماسط اما وقتاش تولي عندنا ملاعب صالحه سؤال في بقعته نبداو بالحاجه ملعب رادس شفتوا البارح اللي صبت الشتاء والحمد لله لما حالها حاجه هي بوزيتيف اما البارح ثم ماتش وقلت البارح ثم ماتش هكا ولا هذا مش عادي مش معقول فهمتني تعرف ملعب رادس قداه نورمالمون تصير فيه من الماتش في الشهر ثلاثه اربعه ماكسيموم هو تصير فيه اربعه خمسه في الجمعه يعني معناتها سكيني با نورمال على خاطر توا اون با لو شوا ان شاء الله قدرة ربي شي اللي زويتنا اللي هو تفهمنا انه نهار 15 جانفي باش يحل باش يعاود هذاك باش ينقص برشا ضغط ثانيا توا في الفتره اللي في الكوب دافريك يعني ليكيب ناسيونال وكل شيء عندنا فتره نخليو الراحه بالنسبه لملعب رادس دونك دان كوتي شي اللي زويتنا باش يعاود يحل باش ينقص في الضغط ملعب رادس باش يرتاح شويه اما راهو الملعب المنزه رغم اللي صار فيه تعطيلات قاعدين راهو نقدموا فيه ينجم يكون معناتها تاخير صغير اما راهو باش نعاودوا نربحوه من قبل به هذايا ما يمنعش ملعب سوسه ملعب سوسه وبالله
باش يتشدوا اللي عملوا الخوارف في الملعب سوسه باش يتحاسبوا باش بهم محميين حسهم. لا لا ما ثماش توا معناتها راهو فضيحه سيد وزير. ملعب يتعمل يجي واحد يتفرج ما ينجمش يتفرج. اقصد اي توا الملف حسب حد الملف تعدى القضاء. تعدى القضاء. لا لا الملف تعدى القضاء وهذه هي كي تعدى القضاء خلينا نشوفوا نحن شنو النتائج فين يوصلوا. اما راهو باش نقول مساله المنشات الرياضيه مساله قديمه على الاخر وتوا ثم حل وحيد بالنسبة فهمتني أنه تكون هنالك وكالة لصيانة كافة المنشآت الرياضية. علاش؟ خاطر إذا كان تشوف بالملعب بالملعب بخلاف ملعب رادس اللي هو تابع الحي الوطني الملاعب الأخرين راهو الجيستيون بتاعهم بلدي. بلدي. به. المشكل هل أنه هنا زاد راه ساعات جيت لو تاع تعرف ما معنى عنايه هاني نقول لك هذه به انت راجل كبير ويشد كواتش والبلديه يقول لك الحل اللي قلته هو الحل المثالي والبلديه تقول لك انا عندي لي مويان باش نجم انا نعمل الصيانه دونك نخرجوا على المساله هذه الكل كي يبدا ثم هيكل افقي اللي هو يعنى بصيانه المنشات الرياضيه غادي فين نجموا نحكي وحاجه اخرى راه ما ثماش كان الصيانه راه اذا كان تبدا انت عندك هيكل وتحت كافك المنشات الرياضيه تولي تفكر اوترومون با دو مانيير باسيف مش صيانه فقط هوني الاستثمار في هذه المنشات كي يبدا انت عندك منشات رياضيه تحتك تولي هوني عندك بوسيبيليتي دو لي جيري باش تكري باش تعمل لو نيمينغ اللي قبيله انت تحدثت عليه. اش معناتها لو نيمينغ؟ انا كيما ترى في اوروبا راه ناخذوا فرنسا 60% من لي ستاد بتاعهم بالنيمينغ. اش معناتها نيمينغ؟ تحط انت اسامي بتاع يعني مؤسسات اقتصاديه وتقول لهم ها 20 سنه ولا 15 سنه من بعد ترجعوا لي. يشربوا به استاذ ما بشربش في بلادي باش يتنظموا كؤوس باش تولي كؤوس عالميه واوروبيه تجي فيه وباش تولي بالعكس حاجه اخرى تحرك الدنيا. هنالك رؤيه اخرى انت كي تمشي للاستاد في العالم مجمع في بالك تعدى ساعات من استاد ما تفيقش به اللي هو استاد عليه خاطر كيف تشوف من برا تشوف تو سامبلومون ان سنتر كوميرسيال راهو ستاد لو جو لوي ميم ولا سكوندير صحيح راهو حكايه البياتري وقداه تدخل من مليون وكل شيء هذاك سكوندير صحيح توا هل معقول انه ستاد يخدم كان مره في الجامعه صحيح ماهوش معقول توا ستاد بلون بلاسمون تاعو بكذا لازم يخدم 7 على 7 و 24 على 24 كيما لي سونتر كوميرسيو الكل فهمني هو من غادي تجيك الفلوس ماهوش ان ستاد اونيكمون باش تلعب هذا هو الخطه دونك اذا كان نلخصوا عندنا حاجتين الوكاله لازمها تكون موجوده وقاعدين نخدموا على النص القانوني هذا وثانيا رؤيتنا بالنسبه للملاعب لازمها تكون هي ان سونتر دانفستيسمون ماهوش ان سونتر دو كو ولا معناتها قاعدين نصرفوا عليها وكاهو صحيح وعاد اختم لي وقتاش زعما يجي نهار سننظم نترشح لكاس افريقيا اذا كان يكون عندنا على الاقل ثلاثه ملاعب اخرى وقتها النجم نترشحوا لكاس افريقيا مثلا نحن استنينا شويه تعرف اللي توانسه يا يقدوا الحاجات دون لي ريغل دو لاغ هكا ولا يا ما يقدوش قاعدين نتعداو بفتره اللي هي يمكن صعيبه شويه باش نتجاوزوها اما اذا كان يزيدونا معناتها يكون عندنا معناتها على الاقل 3 تيران النجم وراهو نترشحوا الى كاس افريقيا وجايه جايه المساله هذه. واضح. شكرا لك سيد وزير الشباب والرياضه سيد كامل دقيش يعطيك الصحه يعطيكم الصحه في الخدمه انا اهم خدمه بخلاف المنتخب وكذا القاعده. الأحياء الشعبية المناطق الحدودية شكرا على الخدمة هذه وإن شاء الله تكمل تشمل الجمهورية كل خلي لي كلمة الختام لتوانسة بالتوفيق ليك وبالتوفيق في حضورك كأس أفريقيا إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة لكأس أفريقيا أولا نتوجه للتوانسة كل قولوا لهم كما مستنسين كونوا حاضرين وواقفين مع المنتخب التونسي وبالنسبة للملاعبية بتاعنا نقول لهم إن شاء الله مربوحة وقدرة ربي باش تربح ربي يوفقك سيد وزير شكرا لك يلا نكملوا معاكم وشكرا لكم.